السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير ان شاء الله. يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم تفرجوا في هذا الفيديو ديالي. توحشتكم بزاف، كما حتى انتم بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي ميساج، توحشنا كشامه، توحشنا لي فيديو ديالك، توحشنا التاويل ديالك والديكور ديالك، عزيز علينا ولفناك، سيل تو بلي رجعي ان شاء الله. راكم عارفين البنات، راني قلت لكم ديجا مع وليت كنخدم، ومع كنخدم كما قلت لكم مربيه اطفال، والخدمه صعيبه فيها تماره، يعني في لافان ديال النهار، في لافان ديال الجورني كتكوني عيانه، باش ديري عاد فيديو في الليل ولا لايف كتجي شويه قاسحه. يعني ان شاء الله غادي نحاول نبقى ندير لكم دي لايف في الفيسبوك ومن في اليوتيوب ان شاء الله في الويكاند، نحاول ندير لكم دي فيديو دو طون زون طون ميم على الخدمه، حيت بزاف ديال البنات سون انتريسي باش يديروا هاد الخدمه، ونوريكم كيفاش تورغانيزيو لي سباس دو جو، كيفاش تورغانيزيو لي سباس دو شونج، لي سباس دو سوماي ان شاء الله يا ربي. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله يا ربي. وكديكوغا جاي والله، من كتشوفي كتخدمي وكتضربي تمارة على فيديو وديري المونتاج وطيبي ولا تصاوبي الديكور، والله البنات داكشي ديغيغ الكاميرا راه كاين تمارة. وكي كتشوفي يعني الفيديو ما كيديرش مشاهده وتشوفي التفاهه كطلع بلي مليون دفي، ما كيبقاش فيك الكوراج صراحه باش ديري، ولكن دائما الحلال صعيب، الطريق ديال الحلال دائما صعيبه. وان شاء الله يا ربي كما قلت لكم غادي ان شاء الله ندير نحاول ندير لكم فيديوهات ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله البنات وانتم تشوفوا هذا الفيديو اللي درت لكم، هذا درته غير باش نتفكركم، نبارطاجي معكم مشترياتي لداري في المغرب. وشكرا لكم على المتابعه، والناس اللي اول مره يشاهدوا الفيديو ديالي نتمنى ان شاء الله ديروا لي ابوني بارطاج ولايك ان شاء الله، وشكرا لكم. وبزيت با اوبليجي دوم لايكي مي فيديو، الى عجبكم الفيديو لايكي، واه ما عجبكمش تقدروا الكومونتيرات ديالكم دو توت فاصون، الا كانت سلبيه كتخليني نحسن الفيديوهات ديالي، والا كانت ايجابيه كتفرحني. من كاديزي، وشكرا لكم على المتابعه، ونخليكم مع المديتهم. مشيت لبلجيكا، كان مشيت تقريبا تو لي سي موا ولا صافي امو ما مشيتش. المهم كاديزي ولينا كنقدروا نكومونديو، خديت هاد فرانشمون هاد لي طاس زوينين واعرين، هادو ديال دير فيهم كابوتشينو، دير فيهم كافي ولي، صراحه كيجيو واعرين، شوكولا شو، بلان دو تريك كيجيو فنين فنين. حمقوني شريت منهم 6، خديت 6، لو باك فيه 2، كيدير 2.50 صراحه. فوالا، المهم كيجيو واعرين البنات صراحه، فنين فنين فنين، عجبوني حمقوني، خديت منهم 6. وهادو حتى هما فنين، حتى هما هادو ديفير صراحه، يجيو فيهم لي جو زعزع، يجي تفوي حتى هما نقدروا نديروا فيهم بلان دو تريك. مي الماء كبار بزاف حيت راهم كبار البنات، غادي تشوفوا غادي بريزونتيهم لكم مع الاخر وغادي تشوفوا الفرق. هادو راه كبار بزاف صراحه، يجي واعرين زعزع، تاكلي واحد ما تعشاش، الا كليتي هذا عامر عامر زعزع راه غادي تزعزع ما بقيتش تاكلي. صراحه عجبوني بزاف بجوج. هاد الباكي كيكون فيه 6، حتى هما خديت 6، 6 جو كخوا 4 ولا 4.50 جو كخوا، والله ما عقلت بالضبط. المهم اونت 4.50، وصراحه عجبوني فنين. وخديت البنات هاد البراد، هذا الفريق واحد واحد لي تيغ، كيديرو فيهم اتاي، كيديرو الما طايب لتحت وكيديرو اتاي قاصح الفوق هذاك الصغير، ولكن انا بغيتهم القهوه واحد قهوه حليب. هاد الصغير ندير فيه الحليب، هذا هو صغير ورزويون فنين، لا كاليتي فنه وتقال البنات. هذا النقطه ديالو، هنا هذا النقطه ديالو، راه فن وزوين، ديكور واعر ستيلي. لي ستيلي هذا الكبير البنات، فوالا هذا الكبير، هذا بغيت ندير فيه القهوه صراحه، بغيت القهوه. وبغيت نشري لهم واحد السيبور فيه الشميعه باش يبقاو سخون، حيت انا شوي كونتر تيرمويات صراحه، تيرمو ما عنديش معاه، كنت كنشريهم شحال هادي
لونتروتيان ديالهم ديجا كاستيت. والصراحه كيقولوا بان لي تيرمو كونسيرو انا جو بريفير انا نبقى في داك الشيء التقليدي والانسيان، وسيرتو هادو من كيتحطوا وقت فوق واحد فوق من واحد ما كياخذوش البلاصه، يلسي فيه هذاك السيبور مع الشمع باش يبقاو سخونين. الصراحه عجبوني، خديت منهم حتى في الدوغي لداري في المغرب هنا عندي لارجونتي. وصراحه لارجونتي كيديروا ب 24 صغار، والدوغي كيديروا 44، ولكن الدوغي راه واحد الدوغي واعر. دابا نوريهم لكم ان شاء الله، راه مسجل الفيديو ولكن ما عنديش غير الوقت باسكو الفيديو طويل فيه بزاف ديال لي زارتيكل اللي شريت لداري في المغرب. هادو الصراحه كاع هادو اللي دابا وريتكم هادو نتاع داري هنا ماشي ديال المغرب، ابخي غادي نوريكم نتاع داري في المغرب. فوالا انا كنبغي نبريزونتيهم هكا واحد فوق واحد، ما كيشدوش البلاصه الصراحه، فنين واعرين عجبوني بزاف. وصراحه كديزي ما كتعطلش، ما كتعطلش 3 جوغ 4 جوغ كيوصلك لارتيكل ديالك، لا ليفريزون سا ديبون بلي كيلو. هذا براد ديال الدجاج حتى هو الصراحه عجبني بزاف، حتى هو من كديزي وكيوصلوك الحوايج الصراحه ما كيتهرسو ما والو، بيان اونبالي. وحتى الا لقيتي شي حاجه مهرسه راه كتريكلاميها كيغومبورسيوك ولا كيصيفطولك ان اوتر ارتيكل. فوالا هذا عنده السيبور ديالو بلا بوجي. فوالا هذا براد حتى هو عجبني الصراحه. فوالا تقدر تحطيه بلا السيبور ديالو. فوالا نزيد له واحد الشوشه الكري غادي يجي واعر. كاين اللي فيهم واحد التيسان البنات بالكري حتى هما زوينين الصراحه عجبوني، ولكن هذا حتى هو سامبل نزيد له غير واحد الشوشه في الكري ان شاء الله، حتى نبريزونتي ان شاء الله من ندير شي فيديو نوريه لكم. مي جو كخوا انا غادي نديرو بلا سيبور. فوالا ندير له واحد الشوشه في لارجونتي ولا في الكري ان شاء الله، ولا في الكحل سا ديبون، عندي الكحل عندي البلون عندي الكري ان شاء الله، ونبريزونتيه لكم مع الكيسان كيشبهوا ليه حتى هما. وخديت البنات هادو خديتهم من الدار في المغرب، انا ماشيه في المغرب على البلون والدوغي. فوالا هادو البنات هادو خديتهم ب 30 ولكن البنات راهم واعرين واعرين. باقي لي ان شاء الله لي كويير فورشيت بتيت كويير كوتو ان شاء الله، باقي ما شريتهمش. هما راه عرفتوا البنات فنين 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 واعرين صراحه عجبوني عجبوني بزاف. كنت خديت المغربي اللي شفتو ديال ايكيا عادي في لارجونتي، ولكن انا ماشيه تما عندي بزاف ديال لي تريك في الدوغي والبلون ديجا ديال العطريه خديتهم في الدوغي والبلون شفتوهم حتى هما مغبغي عندي لا سوبيا مغبغي حتى هي كنت وريتها لكم، غادي نوريها لكم في هذا الفيديو. صراحه لا كاليتي ديالهم فنه، هما غادي نوريهم لكم غادي نحلهم باش تشوفوهم، ونولي نجمعهم باش نأمباليهم يمشيو للبلاد ان شاء الله. فوالا ها هما فوالا هذا سكاي باش كنشفيو ونهزو الخضره. فوالا البنات هاد لونسومبل صراحه عجبني بزاف بزاف بزاف، حمقني خديت بزاف ديال لي زارتيكل كما بغي. لا سوبيغ كنت شريتها كاع تقريبا هادي شي عام ونص ولا، كنت حطيتها لكم نهار اللي شريتها، صافي لونطوم اللي خديتها كاع ملي خرجو تقريبا خديتها. فوالا مع كنمشي لا بلجيكا البنات كاين دابا كيجيبو بزاف، ديك الساعة كنت كنمشي لا بلجيك ما كيكونش هنا هادشي كيبقى مدة عاد كيجي هنايا واحد شهرين ولا، حيت لا بلجيك الصراحة فيها هادشي رخيص على فرنسا بزاف، مع ان هنا لي بخي طالعين بزاف تما الصراحة داكشي رخيص. سيرتو البنات اللي كتمشيو لبلجيكا ولا البنات اللي في بلجيكا سينا اوم الصراحة دا فيها داكشي واعر ورخيص. كنت قلت ان شاء الله غادي نمشي هاد الشهر ولكن ما كتبش، كنت مريضة ما مشيتش، قريبا ان شاء الله. هاد المغبغي هذا الصراحه لا كاليتي فنه فنه الصراحه انا حمقني. وخديت هادو ديال الزيت والملحه والكمون حتى هما اسورتي دوغي
خديت حتى هادو جاو معاهم الصراحة جاو معاهم فنين. وخديت اوسي عندي السلاطي فوالا السلاطي حتى هو خديت هاد لي دو بلاطو كنتو شفتوهم ديجا عندي كنوريكم دابا غير لونسومبل عندي كانوا ديجا عندي خديتهم الصراحة من هنايا ماشي بلا بلجيك. والصلاطي حتى هو الصراحة حتى هو فن لا بريزونطاسيون فيه كتجي واعرة فوالا. هادو ان شاء الله كلهم غادي يمشيو ان شاء الله للمغرب بحول الله السميع العليم. والبنات هاد الطابله الدايره الا شفتو لا تقديم الفيديو كانت كاري كنت بعت لا طابل ديالي ريكتونغيلير اللي كانت عندي بحال هكا ما بغي وشريت هاد المدوره وانا قلت على حساب الدراري اللي كنكارديهم باش زعما غادي ما نقيسهمش القنات ولكن شدات لي بزاف ديال البلاصه شدات لي تقريبا راه نص ديال الصالون. بعتها وخديت بحال اللي كانت عندي ولكن هي بلون اوني ما خديتهاش ما بغي حيت الصراحه الطابله ماغبغي فاش كتبريزونتي فوقها الماغبغي كتجي ترو شارجي جو بريفير سامبل باش كتعطي لا فالور لا فيسيل مي كتبريزونتيها كتعطي لا فالور ميو كو الماغبغي. فوالا البنات سي بور سا انا خديتها هاد المره سامبل. وهادو لي باك بور لي سيرفييت فوالا خديتهم في لارجونتي الدوغي عندي ديتهم المغرب. وهنا خديت لارجونتي البنات عجبوني هادو عجبوني كيجيو الصراحه كلاس. لي سيرفييت اللي كانوا عندي كاع ديتهم للمغرب تقريبا من مشيت يلا بقاو لي هاد لي بلون مازال ما شريت وحدين ديال الموبرا حنا وجدا كنقولوا القطيفه. هادوك خديت لنا في الفيغ في الخضر الملكي ولي سيرفييت خديتهم حتى هما في الدوغي. هادوك غادي نديهم ان شاء الله للمغرب باسكو عندي الصالون فيه الخضر الملكي فوالا. وهنا خديتهم في لارجونتي خديت دوز خديتهم من امازون. وهادي لا سوبيغ البنات اللي كانت عندي غير انا بدلت لها الديكور. هادي لا سوبيغ راه كنت وريتها لكم كاع هادي شي عام ونص المهم كاع النهار اللي خرجت انا خديتها. وهذا راه نتاع دوك لي بلاطو ديال اكسيون البنات حيدتو ودرتو لها عطاها واحد المنظر واعر. هادوك لي بلاطو الدايرين ديال اكسيون حيدت لها داك ديالها جاي طرو سامبل عجبتني جات واعره في المنظر. والبنات هذا بغيتو في الدوغي سيبور سوا غادي نقلب الى لقيت وحده عندها الدوغ نشريها سينو غادي نبومبيها بالدوغي ان شاء الله باش نرجعها بحالهم حيت هذه عندها بلون وما لقيتش هذا الموديل ما فيهش الدوغي كاين غير البلون بالنوار ولا بالبلون مغبغي. هادوك اللي عندهم سيبور دوغي ما عجبونيش جايين عراض كيشدوا بزاف ديال البلاصه وحتى ما عجبونيش في المنظر بحال هادي. هادي الصراحه واعره ستيلي. والباص حتى هو البنات كنت شريته حتى هو كاع من شريت لا سوبيغ. هادوك لي فلوغ خديتهم من اكسيون والفاز خديتهم من المارشي تاع المارشي دلا كورنوف. هادي الصينيه الا شفتوا البنات راه عندي الصغيره ديالها في البلاد نهار اللي شريتها ما لقيتش الكبيره ودابا لقيت الكبيره في نينا بازار حيت انا نينا بازار غير حدايا طول طون كنمشي على قبلها لقيتها وجبتها فرحت البنات من لقيتها باسكو عندي الصغيره ديالها ديال التعميره دابا لقيت الكبيره هي هذا البنات كتعجبني زوينه بزاف عجباني الصراحه. ولقيتها الصراحه صافي هذه تقريبا عامين ما جابوهاش الكبيره كتكون عندهم غير الصغيره يلا لقيت هذه لمويه ماشي الكبيره كاينه الكبيره عليها ولكن هذه كبيره بزاف انا بغيت غير هذه فوالا. وهذا البنات مشترياتي هادو الرجلين ديال الصينيه فوالا هادو رجليها كيكونوا عندها الرجلين. صراحه انا فاش صوبت الصالون ديالي ما فكرتش في هذيك الجلسه ديال اتاي ما خليتلهاش بلاصتها ولكن غادي نشوف كيفاش ندير نصاوب لها بلاصتها ان شاء الله. هذيك الجلسه تاع اتاي كتعجبني كتعطي واحد الميزه للصاله رائعه كيعجبني انا داكشي يكون فيه شويه تقليدي بلدي التقاليد ديالنا ونتمنى البنات يكون عجبكم هذا الشيء اللي شريت. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نبارطاجي معكم دي زارتيكل الاخرين اللي شريتهم. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.